بص، هو فترة التوقف دي أنا من وجهة نظري إنها فرصة لفريرا، إن هو خاصة في ظل غياب اللعيبة الدوليين طبعا، هيساهم برضو فترة التوقف دي في عودة بعض اللاعبين المصابين، هيرجعوا تاني، فرصة لفريرا إن هو يقف مع اللاعبين الشباب، فرصة إن هو يتابعهم كنت على لسه الكورة. هسأل حضرتك، هل دي فرصة للشباب أكتر؟ إن في طبعا لعبة دوليين ومصابين طبعا. وهيرجعوا المصابين مش قبل أسبوع أو 10 أيام، والمنتخب أما منتخب بص، معسكر ينتهي، لكن هل الشباب دي فرصة ليهم يظهروا؟ طبعا فرصة ليهم بنسبة كبيرة جدا إن هم يظهروا ويقولوا له إن إحنا موجودين. يعني ليه ما ده الأمر ده ما يمنعش إن هو ممكن أنت تلاقي اتنين أو تلات لعيبة جداد هيتصعدوا للفريق الأول، ده أمر وارد. فرصة إن هو يحفظ اللاعبين جمل تكتيكية جديدة يتم مفاجأة بها، لأن غالبية الأندية دلوقتي حفظت جملك، الجمل اللي أنت بتطبقها اللي كنت بتطبقها في الموسم اللي فات بعض الأندية حفظتها، ففرصة لفريرا إن هو يغير من التكتيك بتاعه يفاجئ كان هو الأندية. فريرة عنده يا عيني باد لك يعني بضحك، كابتن احمد سامي طلع قال لك حظ فريرة، بس هو عنده باد لك. الراجل اعتمد على نداي وزيزو، نداي اتصاب، شيكا اتصاب، فتوح اتصاب، العب سامسون مين اتصاب، سامسون قاطرة بشرية اتصاب، مش عارف مين الونش هوبا اصابة، فاسلاح الوحيد الهجومي هو زيزو، زيزو. فبقى الخصم سهل يقدر يوقف الزمالك. ما هو انا مش فاهم الناس اللي بتنتقد والناس اللي بتوجه شلبي المدربين. لسه المكنه طلعت قماش في ماتش انبي، ولكن لسه اللاعب ما طلعش نص ما امكانياته هو زي ما بنقول. ده اللي انا بقول لك عليه، ان احنا ما نحكمش على الصفقات الجديده دلوقتي، هي محتاجه حبه وقت حتى عشان الصفقات الجديده تنسجم مع العناصر الموجوده، ودي مساله متعارف عليها ومساله يعني اي نادي في العالم على مستوى العالم لما بيتعاقد مع صفقات جديده ما اقدرش اقيمه مباراه واحده. لا، وفي ناس بقى ممكن تطلع تقول طب ما انتوا اللي جبتوا صفقات كتير. يا جماعه الزمالك جايب 10 صفقات، لو حسبنا صفقه زكريا 11 صفقه من اهم الحاجات اللي حصلت. الزمالك كان عنده ايقاف قيد لمده سنه، فترتين يعني فترتين، فالزمالك ما كانش عنده دكه يا جماعه. الزمالك كنا بنخش بعض اللقاءات، انا كنت داخل اخر ماتش افريقيا بتاع مع فلامبو مع قبليه اللي فلامبو. كان فيه منتخب مصر عنده معسكر، كان الفرقه 14 لاعب، ايوه القايمه 14 14 لاعب لاعب، منهم 3 حراس، لان الباقي ما كانش متقيد في القايمه ثلاثة حراس الافريقيه. والحارس الرابع كان في منتخب اللي هو ايوه صبحي. فبتهرجوا تقولوا ايه؟ الزمالك كان في وقت من الاوقات معهوش لعيبه، كان فريرا بيبص على الدكه مش لاقي حد يلعبه. ما هو ده دي الناس. انا برضه ده كده الزمالك كان مصعد كمان شباب. وكان مصعد شباب. انا يعني مندهش جدا من الناس اللي بتنتقد مجرد الانتقاد. محمد صلاح الدقيقه 40 يسجل الهدف الثاني، لا كده بقى كده حلوه، كده حلو قوي، هنطلع كل ماتش بقى، نطلع بقى كل كل ماتش ماتش كده ليفربول نطلع. خلاص بقى ان شاء الله. انا اتمنى والله، احنا نتمنى ان ليفربول عشان خاطر محمد صلاح كده ان صلاح هو عدى رقم انيلكا خلاص، كده عداه رقم انيلكا، افضل هداف افريقي. اتمنى ان هو يعني يستمر على نفس المنوال في ظل المنافسه الشرسه على لقب الهداف. طبعا محمد هي صلاح منافسه كل شرسه. هدف بيسجله برقم قياسي. هو طبعا ما هو ده دي الميزه بصراحه. يعني يا صلاح خلاص طبيعته اللعب في الدوري الانجليزي، اللي كانت الناس تقول لا يسيب الدوري الانجليزي ويروح الدوري الاسباني، لا محمد صلاح وكده صراحة بقى كم هدف يا شباب في الدوري الانجليزي؟ فكروني بس عشان الارقام دخلوا في بعض. تقريبا بيلعبوا تشامبيونز في وسط، لا في في الدوري الدوري الانجليزي الموسم ده هم بيقولوا 126. كام؟ 126 هدف بكل الاهداف اللي سجلها في الدوري الانجليزي. الدوري ده قولوا لي هو كام عشان نعرف. الهدف بيحكوا لي تفاصيل الهدف. اسيست اليسون، لسه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. هو اليسون لعبها له، المدافع غلط في الاستلام، صراحة اخدها حطها جون. ما هي دي انا بقول لك، هي دي الجمل يعني المحفوظه اللي هي بين اللعيبه بعضها البعض. يعني شوف لما تلاقي لعيب كيمياء بين اللعيبه، انسجام وانسجام كامل ما بين اللعيبه بعضها البعض. يعني انت شايف، انت بنقول الكوره بدل ما بنبنيها من تحت تتبني من الجون، ده اللي شفناه مع تلاقوا الزمالك هاجموا على اخر طول، الموسم اللي فات في الدوري، اللعيبه عارفه بعض من غير ما ابص، انا عارف الاقي زيزو عارف ان هناك هلاقي زيزو. ما هو عامل ده الكروس. هو ده. فعشان كده انا بقول لك فتره التوقف هتبقى فرصة لفريرا.